السلام خوتي وخواتي، مرحبا بكم مجددا في القناه. اليوم غنحضروا غريبه اللوز بطريقه سهله وبسيطه والنتيجه كتجي رائعه. بقاو معايا. على بركه الله، بالنسبه للمكونات كنحتاجوا 3 الكيسان ونص ديال اللوز مطحون، كاس ونص ديال السكر الثقيل، جوج بيضات، كاس الا ربع ديال الدقيق، خميره كيماويه، ملعقه كبيره ديال الزبده بدرجه حراره المطبخ، قشره ليمونه، معلقه كبيره ديال الماء ديال الزهر. هنا كنبداو بالنواشف. هما الاولين، السكر الثقيل ضروري يكون مغربل باش يندمج مع اللوز. بالنسبه للتقشير ديال اللوز بطريقه سهله وسريعه، راه عندي واحد الفيديو في القناه نزلته شحال هذه، يمكن لكم تشوفوه. دابا كنضيفو الزبده والماء الزهر وكنخدمو بهذه الطريقه هذه. خص ضروري العناصر تكون ممزوجه مزيان باش تطلع لكم غريبه زوينه. من بعد غنزيدو البيض بالوحده بالوحده. الا كان عندكم البيض كبير يمكن لكم تكتفيو غير ببيضه وصفر بيضه، كان متوسط راه غديرو جوج. كنحصلوا على عجينه بهذا الشكل، كنغطيوها وكنخليها واحد 15 دقيقه باش تشرب. الشكل ديال الكويرات كيبقى اختياري، صغير متوسط او كبير. بالنسبة للطياب ديال الغريبة، الناس اللي عندهم الفران ديال الضو ديال الفرفارة 175 درجة يكون سخون من قبل 175 درجة، تدخلوها 10 دقائق وغتخرجوها، ما تفوتوش 10 دقائق. الناس اللي عندهم الفران ديال الغاز يكون الفران سخون من قبل، ملي تدخلوها غتدخلوها لتحت وغتنقصوا العافيه، غتبان لكم تشقات 7 دقائق لتحت، غطلعوها الفوق 3 دقائق تشد راسها وغتخرجوها. الا فتو 10 دقائق غادا تخرجوها، غادا تنشف وغتقصاح.
وبالتالي كنحصلوا على غريبة بهذا الشكل هذا اللي كتجي رائعة وزوينة، وكنتمنى تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. وما تنسونيش بلايك وبارتاج والاشتراك باش يوصلكم دائما الجديد، وخصوصا لي كومونتير اللي كيزيدوا يحفزوني اكثر باش نجيب وصفات اللي سهلة وفي متناول الجميع واللي كتصدق 100%. نخليكم هاد الساعة، بالسلامة عليكم، إلى الفيديو القادم.